السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلبتي الأعزاء، أنا محدثكم دكتور بسام كريم خضير. نلتقي اليوم إن شاء الله بمحاضرة جديدة من محاضرات الهندسة الورقية. هذه المحاضرة معدة لطلبة المرحلة الرابعة في قسم التحليلات المرضية كلية العلوم جامعة الكوفة. في المحاضرات السابقة تكلمنا عن أنواع البلازميدا، تكلمنا عن الفكرة العامة لعملية كلونة الجينات، وتكلمنا ايضا عن مجموعه من الانزيمات اللي هي على سبيل المثال انزيمات القاطعه اللي سميناها الريستركشن انزيم، وكذلك مجموعه من الانزيمات الاخرى اللي هي على سبيل المثال البوليمرايزز وكذلك اللايجيزز. مثل ما تعرفون الفكره الاساسيه عاده عندي الان على سبيل المثال الان عندي هذا البلازميد ودبل هيليكس، وعندي الآن مثلا على سبيل المثال خلية، هذه الخلية حاوية على كروموسومات، زين هذه الكروموسومات موجودة في النواية، وبعد ذلك على سبيل المثال أحتاج فد جين معين أسوي له الكلونة اللي هو على سبيل المثال خلينا نفرض هذا الجين، واللي هو مثلا على سبيل المثال أخذنا مثال هو الإنسولين، زين. والفكرة كانت إنه هل يا ترى مثلا على سبيل المثال هل يا ترى استطيع انه انتاج الانسولين بتقنيات الهندسه الوراثيه بالكلونه؟ نعم، من الممكن ذلك. وذكرنا انه عاده عندي اذا كان البلازميد اللي هو هذا البلازميد بالشكل الطبيعي يكون على سبيل المثال هذا البلازميد وحاوي عليه على قطعه جين الانسولين اللي انا حشرتها، ومن ثم هذا البلازميد الكامل سميناه بهذه الحالة اللي هو recombinant DNA molecule. طيب كيف تتم هذه العملية؟ عملية أخذ هذا الجين، حشره في هذا البلازميد، إدخاله إلى هنا، ومن ثم حث الخلية البكتيرية على إنتاجه. اليوم راح نتكلم إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل عن هذه المحاضرة. طيب أول خطوة عندي الآن لما أريد أنتج مثلاً على سبيل المثال أريد أكلون جين معين لغرض إنتاجه، طبعاً إحنا ضربنا مثال الإنسولين، ولكن بالإمكان مثلاً إنه أي جين إنسان قد يعاني من مشاكل أخرى، على سبيل المثال الناس عندهم دوارفيزمس اللي هو القصر، وأريد أنتج مثلاً الجروث هرمون، عندهم مشاكل بالجروث هرمون، الجين المنتج للجروث هرمون بمشاكل، فأريد أنتج الجروث هرمون، أيضاً بالإمكان أخذ جين الجروث هرمون ومن ثم حشره في بلازميد، ومن ثم هذا البلازميد تقديمه الى الخليه البكتيريه، ومن ثم الخلايا البكتيريه تقوم بانتاج الجروث هرمون. طيب كيف تتم هذه العمليه؟ الان انا في المختبر الطريقه الاولى انه لابد انه استحصل الجين، فايش اقول؟ اقول انه جين ايزوليشن، لازم احضر مالتي بالبدايه الجين اللي انا اريد احشره. زين هذا الجين كيف اخذه؟ على سبيل المثال استطيع انه اخذه عن طريق البلاط، مثلا 5 مول يعني 5 سي سي سرنجة، اخذ دم من الشخص، من اي شخص سليم ما عنده مشاكل، زين على سبيل المثال نريد احنا ندرس الان نريد نستخلص الانسولين، جين الانسولين واسوي له عمليه الكلونه، فمجرد انه الان اخذ 5 سي سي اللي هو 5 مول اوف بلود اللي نسميه عاده بريفيريال بلود من انسان سليم حتى استخلص من عدد الدي ان اي، ثم بعد ذلك هذا الخمسة سي سي اللي أسويه هو إنه أخليه في EDTA، طبعا هاي التيوبة تحاوي على EDTA مانع تخثر، ومن ثم بعد ذلك أسوي له سنترفيوج، فاللي راح أصير راح أحصل على طبقتين، الطبقة الأولى طبعا هنا كريات الدم الحمر، وهنا راح تكون عندي البلازما. بلازما الدم عادة تكون حاوية على شنو؟ على الوايت بي سي اللي هي كرات الدم البيض. كريات الدم الحمر عادة تكون غير حاوية على النوية. So don't have RBC cells. Do not have nucleus. إذا ما بيها نيوكليوس أنا ما أقدر أستخلص الـ DNA من عنده، فبالتالي أنا أحتاج الـ white بي سي. ليش أحتاج الـ white بي سي؟ لأنه الـ white بي سي هي عبارة عن خلايا تكون حاوية على النواة. فبالتالي كل اللي اسويه انه اخذ هذا البلازما الدم انقله الى تيوبة اخرى، زين الان عندي هذه التيوبة بها بلازما،
ومن البلازما اللي هي عادة تكون حاوية على الوايت بي سي ومكونات أخرى طبعا، أستخلص من عندها طبعا. الآن إذا عندي أنا الخلية هذا الشكل تكون حاوية على النواة وتكون حاوية على الكروموسومات، زين، فأستخلص هذه الكروموسومات بطريقة DNA isolation. هسه شلون هذا؟ مو يمكم، أكو كتات خاصة نستخدمها نستخلص DNA. بالنهاية بالنتيجة النهائية الآن صار عندي شنو؟ تيوب. هذا التيوب يكون حاوي على DNA، زين، يكون حاوي الآن هذا التيوب على DNA سائل حاوي على DNA فقط. الآن لو كبرنا هذا الـ DNA طبعاً، لو كبرنا يعني لو نريد نشوف شنو محتويات هذا الـ DNA، راح يكون عبارة عن شريط بهذا الشكل، double helix، double helix مرتبطات بالسنترومير، ويكون حاوي على الجينات، والإنسان حاوي على مجموعة أزواج من الكروموسومات. طيب على سبيل المثال طبعا هنا عندي يعني 23 زوج، بالتالي 46 كروموسوم، يعني مجموعه كروموسومات كثيره. عندي هنا هذا الجين اللي موجود هنا بهذا الكروموسوم، واحد من الكروموسومات، يعني عندي 23 كروموسوم. هذا الجين اللي موجود هنا، هذا الجين هو اللي مسؤول عن انتاج الانسولين فرضا، وهذا الجين هو اللي انا اريد اكلونه. طيب شلون اخذه اني من الكروموسوم وين أدخله إلى البلازميد؟ كيف تتم هذه العملية؟ العملية تتم كالتالي. كل ما في الأمر لو أجينا لهذا شريط الDNA راح نلقى الشريط هو كالتالي، يعني عبارة عن double helix. ولو أخذنا الشريط واحد من عدة راح نلقى عبارة عن تسلسلات، على سبيل المثال A T G G C C A T A C. هسه احنا يعني حقيقة لكل جين اكو فت سيكونس معين، وبالتالي اريد اقول لكم انه هذا الدبل هيليكس هو عبارة عن قواعد نيتروجينية موجودة في الشريط العلوي ترتبط بالشريط المتمم، اللي هو الشريط اللي يكون عادة متمم. كل ادينين ترتبط ويا ثايمين، كل ثايمين ترتبط ويا ادينين، جوانين سيتوسين، جوانين سيتوسين، سيتوسين جوانين جوانين ثايمين اي تي، وهذه عادة تكون مرتبطة بالشريطين بأواصر هيدروجينية مثل ما نعرف، وعادة تكون مرتبطة بالشريط الواحد بمبنات بأواصر فوسفوداي أستر مثل ما حضراتكم تعرفون وما أخبيها. طيب الآن عندي هذه القطعة هي عبارة عن هذه التسلسلات، إذا أريد أكثرها برأيكم كيف أكثرها؟ يمكن أنه أكثرها بتقنية VCR، يعني مجرد أصمم برايمر فورورد، العفو فورورد وريفرس، بالتالي هاي القطعة الوحدة بعد السايكل واحد، يعني فيرست سايكل راح تعطيني مثلا قطعتين، القطعة الثانية سكند سايكل راح تعطيني أربع قطع، وهكذا. بالتالي أنا راح أكثر الجين مالتي، وفقط الجين مالتي لأن أنا صممت له، يعني أنا راح أصمم فقط فورورد منه ومنه ريفرس، زين، وراح أكثر فقط هاي القطعة اللي هي جين الانسولين مالتي على سبيل المثال. وبالنهايه لما راح اكثر عن طريق تقنيه البي سي ار راح احصل بالنهايه تيوب، هذا التيوب يكون حاوي فقط على شنو؟ على الجين الانسولين، جين اوف انسولين، زين. الى هنا انا حضرت الجين مالتي، طبعا صممت له فورورد وريفرس، فش صار عندي؟ صار عندي الآن خلية زين حاوي على كروموسومات، استخلصت من عندها DNA isolation test tube، الآن عندي هاي بها سائل، هذا السائل يكون حاوي على DNA، ثم بعد ذلك بتقنية البي سي ار حصلت على test tube أخرى حاوية فقط على من؟ على الجين مالتي اللي هو نسميه جين اوف انترست، اللي هو على سبيل المثال انسولين جين، زين. الان عندي هذه التيوبة، هذه التيوبة راح استخدمها في عملية الكلونة. بالمقابل ايش عندي؟ عندي الان خلية بكتيرية، يعني هنا بكتيريال سيلز، بكتيريال سيل، زين، هذه خلية بكتيرية
وهذه الخلية البكتيرية بها بلازميد، وبها كذلك شنو؟ جينومك دي ان ايه. فهذا هو بلازميد، هذا جينومك دي ان ايه. وهذه الخلية انا طبعا الخلايا منميها ببروث ايضا سائل، وهنا عندي الاف من الخلايا، الاف من الخلايا البكتيرية اللي يحاول يعلم عن البلازميد مالتي. البلازميد طبعا احنا تكلمنا عن البلازميدات، اكو بعض الخلايا طبعا الخليه البكتيريه تكون حاويه على اكثر من نسخه من البلازميد، يعني بعض الخلايا بتكون حاويه على سبيل المثال على 40 او 50 نسخه من البلازميد اللي انا استخدمه. فكل ما في الامر انه انمي الخليه مالتي واكثرها، وبعد ذلك اسوي استخلاص للبلازميد يسموه بلازميد ايزوليشن، وراح احصل طبعا هذا هنا بكتيريال سيلز أو بكتيريال جروث، وهذا الجروث هو عبارة عن بروث يعني سائل. وبالتالي كل ما في الأمر أنه نميت هاي الخلية البكتيرية وين؟ بتيست تيوب، وهذا التيست تيوب يكون حاوي على شنو؟ على سائل، زين، وصل زرعي سائل. وبعد ذلك أسوي عملية بلازميد ايزوليشن، يعني عملية أفصل البلازميد من الخلية البكتيرية. شلون؟ لأن ما مطلوب من حضراتكم، لو كان عندكم مادة عملية كنتوا تأخذوها. وبالنهايه راح احصل على تيست تيوب اللي هو ابندروف تيوب، طبعا هاي مات ابندروف تيوب يكون حاوي على فقط على اليمن على البلازميد مالتي. طيب الان انا عندي خليه عندي بلازميد اللي هو الانتاكت بلازميد، زين، وعندي قطع من الجين، هذا الجين مالتي اللي هو جين الانسولين، وهذا البلازميد مالتي اللي هو البلازميد اللي اريد استخدمه بالكلونه. الغرض من هذا اني انه اخذ هذا الجين ادمجه ويا من ويا البلازميد، يعني هذا ويا هذا، زين، الغرض من عده هو انه انتج هذا الشكل، يعني هذا عندي الان هذا جين الانسولين، جين اللي هو الانسرت نسميه يعني المحشور، زين، وهذا عندي البلازميد. فالان الخطوه الاولى لازم انه اسوي هضم بمن؟ بالانزيمات الهاضمه، وبعد ذلك ايضا اسوي هضم لهذا الجين بالاطراف، وبعد ذلك الحم هذا الجين ويا من؟ ويا البلازميد. بمن؟ باستخدام اللايجيزز. طيب هذه العمليه كيف تتم؟ تتم كالتالي، اللي هو الموضوع اللي انا اريد اشرحه لحضراتكم. بشكل عام عندي الان الجين مالتي لما كثرته هو بالشكل التالي، هذا الجين مالتي دبل هيليكس، وعندي الان موجود بالتيست تيوب مالتي الاف من النسخ مالت الجين مالتي اللي هو عباره عن هيك، يعني عباره عن لينير دي ان اي، زين، عباره عن لينير دي ان اي بهذا الشكل، وعندي بلازميد بهذا الشكل، لأنه يعني البلازميد أيضا يكون عبارة عن دبل هيليكس، هو عبارة صحيح هو عبارة عن دائري، طبعا هذا يكون سوبر كويلد يعني مو بهذا الشكل، ولكن احنا الآن نشرحه بشكل مبسط، يكون أيضا عبارة عن شكل دائري، ويكون أيضا عبارة عن شريطين دي إن إيه، والشريطين دي إن إيه مرتبطات أيضا قواعد نيتروجينية، والقواعد النيتروجينية مرتبطة من الشريط الشريط الفورورد ويا شريط الريفرس أو الكومبلمنت عن طريق أواصر هيدروجينية، والقواعد النيتروجينية بنفس الشريط مرتبطة بماذا؟ بأواصر فوسفودايستر بوند مثل ما حضراتكم تعرفوها. الآن الهدف مالتي إنه أسوي عملية دايجستشن، عملية هضم لمن؟ لهذا البلازميد. بالمحاضرات السابقة تكلمنا قلنا إنه أكو هناك مجموعة إنزيمات، على سبيل المثال عندنا إنزيم يسمون NDE1. هذا الـ NDE1 وين ما يلقى هذا التسلسل؟ Cat ATG يقدر يهضمه. زين شلون يقدر يهضمه؟ مثل ما شرحنا بالمحاضرة السابقة، زين، إنه هذا التسلسل هذا الإنزيم مثلا يقدر يهضمه. مثلا على سبيل المثال عندنا إنزيمات أخرى، زين، إنزيمات أخرى مثلا إنزيم نسميه
نيك وان هذا انزيم اخر، انزيم ريستركشن انزيم، وهذا يميز للسيكونس سي سي اي تي جي جي. فعلى سبيل المثال لو عندي مثلا قطعة دي ان اي مكونة من التسلسل التالي، مكونة مثلا من التسلسل سي اي تي جي اي سي، ثم بعد ذلك سي سي اي تي جي جي، ثم بعد ذلك اي سي 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 تي مثلا راندوملي، سيكونس معين موجود الان ضمن هذا البلازميد، نقول مثلا ضمن هذا الموقع، يعني فرضا قلنا انه هذا الموقع هذا الشريط يكون حاوي على هذا السيكونس. طبعا المتمم مالته الشريط الاخر يعني باعتبار الدي ان اي يكون حاوي على شريطين مزدوجات يكون هو جي تي اي سي تي جي 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 تي اي سي سي تي جي 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 تي. الان لو نجي للنيك 1 قلنا انه يميز هذا التسلسل سي سي اي تي جي جي، لما نجي هنا ندور راح نلقى هذا السيكونس سي سي اي تي جي جي. طيب شلون يقدر يهضمه؟ الانزيم يهضم بهذا الشكل، يهضم منه زين ويهضم منه، فراح يسوي لنا ستيكي اند، هذا نوع من انواع الانزيمات اللي يسوي ستيكي اند. طبعا هذين مربوطات مثل ما قلنا بأواصر هيدروجينية هيدروجين بوند. زين وإذا أكيد تعرفون إنه السيتوسين يرتبط بثلاث أواصر هيدروجين مع الجواني، والأدينين يرتبط بأصرتين هيدروجين مع الثايمين، وهذين القواعد النيتروجينية اللي موجودة هنا مرتبطات بأواصر يسموها فوسفودا إستر بوند. طيب كيف يكون راح يكون هذا؟ راح يكون كالتالي سي A T G A C C. لهنا صار الهضم، هاي القطعة الأولى. القطعة المتممة راح تصير G T A C T G G، بعد من جوا ما انقطع فيبقى T A C انقطع. زين القطعة المتممة الثانية شلون راح تكون؟ راح تكون كالتالي، راح تكون القطعة المتممة هي كالتالي، راح تكون متممة لهذا الشكل، فراح هنا A عفوا اللي هي هاي A T G G A C C C T، وهذا راح تتممها طبعا هاي العفو A، هذا راح تتممها A G G G T C فقط. فشو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هنا overhang، يعني هنا هذا راح ترتبط بأواصر هيدروجينية وهذا راح ترتبط بأواصر هيدروجينية أيضا، فراح يصير عندي هذا السي بلي. طبعا تكلمنا قبل قليل عن الستيكين، هناك انواع انزيمات اخرى تنتج لنا بلونت اند، يعني بالنتيجه الان صار عندي الان هذه قطعه وهذه قطعه. طيب الان احنا عندنا بالنتيجه اكو انزيمات اخرى لا تقطع بشكل مستقيم مثل هذا الشكل، يعني مجرد انه السيكونس ينقطع من النصف، هذا سميناه بلونت اند. عاده بالكلونه نستخدم الستيكي اند، بمن بالكلونه قليل او نادر ما نستخدم بلونت اند. لسه شنو التفاصيل ليش نستخدم بلونت اند في بعض الاحيان، ليش نستخدم ستيكي اند، راح نتكلم الان بشيء من التفصيل. بالنسبه للبلونت اند عمليه اللايجيز مالتها تكون صعبه مقارنه بالستيكي اند. الستيكي اند تكون اسهل وهسه راح اتكلم عنها. طيب الان عندي اللي صار شنو؟ انه عرفنا شنو الستيكي اند. طيب الان انا عندي بالبدايه حضرت تيست تيوب، وهذه التيست تيوب قلنا بيها شنو الجين مالتي اللي هو على سبيل المثال الانسولين، جين الانسولين على سبيل المثال سويته بمثل ما حضراتكم تعرفون
بالفي سي ار. بالفي سي ار طبعا الانسولين ما بها اي، العفو فقط انسولين. فبالفي سي ار كثرت الجين مالتي، اخذته من الكروموسوم وكثرته، والان عندي هذا الموجود بالابندروف هو بي سي ار ليكويد، ويكون حاول فقط عندي على اليمن على الجين مالتي. فبالتالي انا عندي الان هذا الجين مالتي زين، وعندي الان هذا بلازميد مالتي. اللي هو دبل هيليكس، اللي هو دبل هيليكس بهذا الشكل. طيب اللي اريده شنو؟ اللي اريده انه اريد افتح البلازميد مالتي، وايضا امهد للجين مالتي انه يحشر بالبلازميد. بهذه الحاله ايش اسوي؟ اهضم البلازميد مالتي بالستيكي اند انزيمز، يعني الانزيمات اللي تنتج لي ستيكي اند. فبالتالي ايش راح يصير؟ راح يصير عندي كالتالي، راح يصير عندي على سبيل المثال هذا الشريط. خلينا نفرض انه استخدمت انزيم النيك 1 اللي هو هذا اللي تكلمنا عنه قبل شويه زين، وانطاني الستيكي اند مالتي اللي هو سي، قلنا سي زين، وهذا طبعا متمم الى جي جي، ومن ثم اي تي سي. عندنا هنا مربوطات، وهنا هانج ماكو زين. وهذا الان عندي البلازميد مالتي كمل، عفوا نرسمه بشكل افضل زين. وهذا الشريط الثاني يعني مجرد دبل هيلكس، اسف جدا الرسم مالتي هورابل ادري. وبالتالي هذا طبعا هنا راح يكون متمم الى، فايش راح يصير؟ راح يصير هنا عندي، راح يصير عندي هنا بالشريط العلوي جي جي زين جي جي و تي سوري، يعني هنا سي ترتبط ويا الجي، ومن ثم اي، ومن ثم تي زين. فهنا راح يصير عندي سي مرتبطه بيها، فصار جي جي، وهذا عندي هنا اوفر هانج، يعني بحيث البلازميد راح يرتبط مره ثانيه بنفسه، اذا اكو لايز راح يرتبط بنفسه مره ثانيه، يعني مجرد انه انفتح بهذه الكيفيه زين. اعيد رسمه بشكل افضل، اعيد رسمه بشكل افضل، يعني عندي الان عندي هذه الدائره زين، نفرضها بهذا الشكل، وعندي الان هذا الشريط المتمم مالته زين. ولكونه قلنا النيك 1 يميز لي الانزيم سي سي اي تي جي جي زين، وقلنا هذا الان المتمم مالته جي جي تي اي سي سي، وعمليه الهضم راح تتم منا ومنا. بالتالي راح اتوقع شنو هو اللي راح اتوقع؟ انه الان على سبيل المثال عندي هنا الهضم سي مرتبطه بجي، ومن ثم هذا عندي هنا جي مره ثانيه، وهنا تي، وهنا اي، وهنا سي. جيد جيد. والسي الثانيه اللي هي بالشريط الثاني راح تصير هنا زين، هذه مرتبطة بعصر هيدروجيني، هنا عندي اوفر هانج، وهنا هذه طبعا مرتبطة بجي، وبالتالي راح يكون اكو متمم هنا، فراح يصير تي اي سوري جي تي اي، ومن ثم سي، وهذا ايضا واحد. الان بس هنا مفصولات، يعني الان هذه على كتر، الان هذا على كتر. فبالتالي الانزيم راح يصير اوفر هانج، اذا اكو لايجيز راح يرجع يعني لاحن. البرايمر الجين مالتي اللي انا كثرته ايضا راح اقطعه بنفسه بالنيك 1 زين، لانه يعني انا مصمم انه بالبرايمر مالتي سهلت شلون مصممه. المفروض لو كان اكو عملي كنت فهم، يعني كانت الوضعيه اسهل، كان عاده ابو العملي يشرح بشكل افضل. فمصمم انه يكون حاول على سيكونس نيك 1 هنا ونيك 1 هنا ايضا، وبالتالي لما راح يصير عندي ايش راح يصير؟ راح يصير بالشكل التالي، راح يعطيني شريطين زين،
وهذا الشريطين واحد من عندهم راح يكون حاوي على نفس التسلسل، يعني واحد من الشريط العلوي يكون حاوي على C A عفوا يكون حاوي على ال سوري يعني يكون حاوي على نفس هذا المتمم مالته، فيكون حاوي على C A T G زين، هنا اكو سي مرة ثانية مرتبطة بجي طبعا، واحد اللي هنا وهذا المتمم اللي هنا موجود اللي هو سي، يعني المتمم مات هذا يكون موجود هنا، بالتالي شو راح يصير عندك هنا عفوا جي زين تي اي سي، هنا اكو جي هنا اكو سي وهذني اوفر هانج. فاللي راح يصير اذا تنتبهون راح يكون عندي البلازميد متمم، يعني هذا الان السيكونس يركب على هذا السيكونس يتممه، وهذا السيكونس يركب على هذا السيكونس. فبالتالي الشغله المهمه بيها انه البلازميد والانسيرت اللي هو الجين لابد انه اهضمهن بنفس الانزيمات، يعني هضمت نيك 1 انفتح عندي هنا ايضا منه بالاطراف ايضا اهضمه بنيك 1. فاللي راح يصير عندي كومبلمنتيشن، يعني مجرد الكومبلمنتيشن يعني تتمم، فراح يصير البلازميد هذا يركب مباشره هنا. بمجرد ما اضيف اللايجيز، اللايجيز شو يسوي؟ يعني شو راح يصير؟ راح يصير كالتالي الشكل، اذا ننزل شويه هنا ورسمه بشكل اوضح بعد، راح يصير عندي سي G G T A C زين، وهنا ايش عندي بعد بالبلازميد ايضا مره ثانيه، خلينا نفرض فتحه بشكل اوضح C A T G G، هنا اكو C زين، بعدين هنا يكون اوفر هانج ويكون ملتف بالبلازميد وقطعة الجين مباشرة اللي قطعناها ايضا بنيك 1، شو راح تعطينا؟ راح تكون قطعة الجين متممة، يعني شلون راح تصير؟ راح تصير الجين كالتالي سي اي تي جي جي، طبعا ما مرتبطة بسي زين، وهنا شلون راح تكون مرتبطة؟ مرتبطة ب C C A T G. فاللي أريد أقوله أقول إنه مباشرة، شوفوا شو راح يصير، راح يركب هذا مباشرة بالأواصر الهيدروجينية زين، واللي يصير إنه لما أضيف إنزيم اللاحم اللي تكلمنا عنه بالمحاضرة السابقة اللايجيز، كل ما في الأمر اللايجيز شو راح يسوي؟ راح يربط هذه النيوكليوتيدة ويا هذه النيوكليوتيدة بآصرة فوسفودايستر بوند، أما الآصرة الهيدروجينية فأوتوماتيكيا وحدها تصير، وراح يربط أيضا هذه الآصرة عفوا يعني هذا الآن يصير هيك بهذا الشكل، هاي مو آصرة هيدروجينية وإنما مباشرة، يعني سي راح يجيب وراها سي ثانية، وهنا السي راح يجيب وراها ثانيا سي، يعني ما ارتبطت السي يعني مو التتمم وإنما شنو ارتبطا بنفس الشريط زين، ايضا بفوسفودايستر بوند، فوسفو عفوا دايستر بوندز، وهذا ايضا هم ما ترتبط نفس الحال. فاللي راح يصير عندي، راح يصير عندي الان شريط يكون حاوي على اليمين على الجين مالتي. هذا كل الفكره اللي اريد اتكلم بها، انه عاده لما اقوم بعمليه هضم الجين واقوم بعمليه هضم البلازميد لازم اهضمه بنفس الانزيم حتى يعطيني ستيكي اند، حتى يصير اكو تتمم زين. وان شاء الله تعالى ايضا لما اشرح المحاضره واترجمها راح نعرض ايضا بعض الفيديوهات الاخرى، بعض الصور الاخرى اللي تكون اوضح، اللي هي صور حاسوب وليس صور رسم. إذن بالمحصلة النهائية، هذا الآن الشرح الدقيق، بالمحصلة النهائية اللي يصير شنو هو؟ اللي يصير هو كالتالي، يصير عندي الآن تيست تيوب
لانه يعني انا ما اشوف هذا كل الشغل تكون حاوي على الجين مالتي، ويكون عاده بالبي سي ار انا مكثره زائدا تيست تيوب ثانيه تكون حاوي على البلازميدز مالتي. زين كل اللي اسويه هذا التيست تيوب الجين اضيف له انزيم نيك 1 على سبيل المثال، او غير انزيم اخر حسب الانزيم اللي انا اريد استخدمه، حسب التجربه مالتي، حسب التسلسلات مالتي اختار نوع الانزيم، بس يكون نفس الشيء. زين طبعا اكو لكل قاعده استثناءات، يعني انا اقدر استخدم انزيمات مختلفه، بس شلون الان ما شرحنا التفاصيل، ولكن بشكل عام اللي اريد افهم عندكم، اللي اريدكم عفوا تفهموا، وانه نستخدم نفس النهايات. فايضا اضيف هنا ايضا انزيم النيك 1، طبعا انزيم عباره عن سائل، يعني بالبايبيت مالتي، مجرد بالبايبيت اخذ مثلا 1 سي سي واضيفه، ثم بعد ذلك ورا عمليه الهضم، ورا ما اهضمه زين صار عندي دايجستد بلازميد ودايجستد بي سي ار اللي هو دايجستد جين. زين كل ما الموجود بتيست تيوب، هذا هنا ايضا موجود بتيست تيوب. زين هنا انا عندي الاف القطع، خلينا نفرض مثلا عندي الف كوبي من الجين كلهن انهضمن، يعني كل الاطراف مالتهن الان كل جين انهضم، صار بي ستيكي اند بالاطراف مالته. زين وعندي هنا ايضا عندي الاف البلازميدات، كل بلازميد ايضا انهضم من النصف. كل ما في الامر اخذ هذا الجين واخذ هذا العفو اخذ الجين واخذ البلازميد وامزجهن سوية، زين بتيوب واحد. وهذا لما امزجتهن بتيوب واحد صار عندي هنا جين الدايجستد اللي مهضوم، زائدا البلازميد اللي هو ايضا مهضوم. زين جين زائد بلازميد، اضيف لهم مجرد انزيم اللايجيز اللي هو على سبيل اي انزيم، فالانزيم معين يسموه تي 4، يسموه تي 4 لايجيز. لما اضيفه المفروض الان عندي البلازميدات يندمجن ويا الجين، ولكن حقيقه مو دائما البلازميد كله راح يندمج ويا الجين. اللي راح يصير عندي احتماليات. يعني شلون احتماليات؟ يعني على سبيل المثال انا عندي الان هذا البلازميد مالتي انهضم انفتح، زين وعندي هذا الجين مالتي ايضا مهضوم من الاطراف. اللي راح يصير عندي احتماليات، يا اما هذا طبعا راح ينتج لي يا اما ريكومبوننت دي ان اي صحيحه، يعني جين ركب بالبلازميد مالتي وانتهت المساله، يا اما البلازميد نفسه، مو انا ضفت هذا التي 4 لايجيز قد البلازميد نفسه، شو يصير سيلف لايجيت يندمج على نفسه. لانه احنا هنا لما شرحنا بالورقه السابقه زين قلنا انه اكو على سبيل المثال هذه الان عندي، لما شرحنا قد يرجع السيكونس على نفسه يرتبط مره ثانيه. زين فبالتالي اذا ارتبط مره ثانيه شو نسميه سيلف لايجيت، ارتبط على نفسه سيلف لايجيت. وهذا السيلف لايجيت بلازميد خالي، هو اصلا بلازميد مجرد انفتح ومره ثانيه اندمج، او قد قطعه الجين تنحشر بشكل خاطئ، يعني المفروض مو هي هاي هنا فورورد وريفرس، وعلى سبيل المثال هنا عندي فورورد وريفرس، خلينا نفرض يعني تتابع، المفروض الاف ويا الاف والار ويا الار. اللي راح يصير مثلا راح يصير عندي رونج ريكومبوننت دي ان اي، ايش راح يصير؟ راح يركب الجين بالعكس، هنا اف هنا ار، الجين لما راح يركب مثلا بالمقلوب، مثلا هنا الار هنا الاف، فيسميها رونج ريكومبوننت دي ان اي موليكيول. زين انا اريد استعلم عن من؟ عن هذا اللي هو الكوركت ريكومبوننت. شلون راح اميزه؟ ان شاء الله تعالى لما راح نشرح المحاضره بشيء من التفصيل راح حضراتكم تعرفون. الان نسميها هاي خطوه الفيريفيكيشن، اللي هو خطوه التاكد. شلون راح اتاكد انه الجين مالتي ركب ببلازميد
وتمت عمليه الكلمه بشكل صحيح، لانه هنا انا لما ادمجت مجموعه من البلازميدات مع مجموعه من الجينات، فبالتالي مو بالضروره انه كل الجينات تندمج بكل البلازميدات، لا، قد تكون واحد من البلازميدات اندمج ويا الجين، والبلازميدات البقيه على سبيل المثال بعضها رجع على نفسه صار سيلف لايجيت، او بعضها الجين ركب بشكل غير صحيح صار زين، او بعضها مثلا ظل مفتوح، يعني هذا الان الجين ظل مفتوح، فبالتالي راح يصير مفتوح، راح يصير لينير، بلازميد لينير، و او بعض الجينات زايده مثلا ما اندمجت كلها، وهكذا. فعندي احتماليات زين. طيب من ضمن هاي كل الاحتماليات الان عندي اني مزيج ميكستشر هنا موجود، شلون راح اميز الكوركت؟ شلون راح اميز الكوركت؟ هذا راح نتكلم عنه ان شاء الله تعالى بشرح المحاضره. اتمنى انه هذا الشرح البسيط اللي هو بالورقه وقلم كان مفيد نوعا ما. حقيقه كان صعب جدا شرح هذه الخطوات بدون